مرحبا بكم في شي تيك. يبدو بأن المثل عن العصفورة التي تخبر الناس بالأشياء باتت حقيقة. البومة يولو الفرنسية هي كاميرا منزلية لها شكل ظريف وتعتمد على تعابير العينين للكاميرا. فبفضل توفر الإنترنت في كل مكان وتحول المنازل إلى الحلول الذكية، فإن يولو جاءت لتكون حلقة الوصل المختلفة لمفهوم إنترنت الأشياء وطريقة التعامل مع الأشياء من حولنا. فالتعابير التي تطرأ على عيني الطائر كفيلة بتغيير نظرتك في التعامل معه من فرح وحزن وحيرة، ناهيك عن الميزات الأخرى التي يقدمها كمراقبة المنزل مثلا، وإخطارك بأي حركة حصلت في مجال الصورة بفضل الكاميرا والمستشعرات الحرارية المخبأة في المنقار، والذي يحمل أيضا ميكروفونا خاصا لتسجيل الأصوات من حوله وإرسالها للمستخدم عبر تطبيق خاص أو حفظ المواد على الكلاود. ولجعل يولو أكثر عملية، فهي تعمل بالبطارية ويتم تثبيتها عن طريق القاعدة الممغنطة لها والقابلة للتدوير بحسب الاستخدام والاتجاه، وهي تعمل عن طريق خدمة الواي فاي حتى تتمكن من إرسال الفيديو أو الصورة المباشرة لصاحب المنزل. ويولو مضادة للماء وتعمل في الظلام، ما يجعلها وسيلة ممتعة لمراقبة المنزل، وهي تعمل على مختلف المنصات. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي العربية.